النهارده اتوفى كابتن حماده امام نجم مصر والزمالك الاسبق في مستشفى القوات المسلحه بعد صراع مع المرض. كابتن حماده امام توفى عن عمر 67 عام، ولد في 28 نوفمبر 48 وانضم لفريق الناشئين بالزمالك في عام 57 واعتزل في عام 74. تخرج من الكليه الحربيه حتى احيل للمعاش. كابتن حماده امام الله يرحمه طبعا هو معلق رياضي شهير جدا، ويمكن كلنا حافظين الصوت والتعليقات والطريقه اللي كان بيعلق بيها على مباريات كره القدم، بالاضافه كمان ان هو اشتغل كمحلل ومذيع بالعديد من البرامج الرياضيه. الله يرحمه، وعزائنا لاسرته وللوسط الرياضي بالتاكيد. الملاعب المصرية ونجم نجوم الستينات الذي لم يحصل طوال مسيرته الكروية على إنذار سواء أصفر أو أحمر، صاحب الأخلاق الحسنة التي نادرا ما ستتكرر في الملاعب. إنه نجم الزمالك الأسطوري حمادة أمام الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 عاما. محمد يحيى الحرية أمام الشهير بحمادة أمام من مواليد 28 من نوفمبر من عام 1948 في حي السيدة زينب، لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك. نجل يحيى الحرية أمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم في الثلاثينيات، والد إمبراطور الكرة المصرية حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر ومدير قطاع الكرة الحالي في نادي الزمالك. تخرج حمادة أمام من الكليات الحربية ليعمل ضابطا بالقوات المسلحة ليحال بعدها إلى المعاش برتبة عقيد. جاء ظهور حمادة أمام إلى الملاعب في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ليحدث انقلابا في الوسط الكروي، حيث خطف الأنظار ابن 17 عاما بذكائه ومكره ومهاراته الفنية العالية وطريقته المثيرة في إحراز الأهداف وهز الشباك. حمادة أمام الذي ساهم في فوز الزمالك ببطولة الكأس 4 أعوام متتالية وثلاث بطولات للدوري أعوام 60 و64 و65 لقب بالثعلب وصانع الشعبية البيضاء ومحمد الخامس. اعتزل حمادة أمام الكرة عام 1974 واتجه بعدها للإدارة وتدرج فيها حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم أيضا اختياره وكيلا للنادي بالتزكية وعمل مديرا للكرة، واستمرت رحلة العطاء والاستفادة من خبرته ضمن لجان الكرة المختلفة، كما اتجه بعد اعتزاله لمجال التعليق الرياضي أيضا حتى أصبح من أشهر معلقين كرة القدم في الوطن العربي. رحل الثعلب حمادة أمام بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ الإعلام الرياضي والتعليق على المباريات. رحم الله الخلوق حمادة أمام. ريم سمير، الحياة اليوم.